أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم على قالب احترافي لتحويل الصورة إلى صور قديمة ومتشققة. طبعا بإمكاننا عمل هذا التأثير اللي نشاهده أمامنا من خلال هذا الموكب اللي راح يتم إرفاقه لكم. وطبعا مثل ما لاحظ تأثير جميل يحول لنا صورة إلى صور قديمة وكأنها متشققة. طبعا هذا الموك اب راح يتم ارفاقه مع صندوق وصف هذا الفيديو، بامكانكم تحملوه بشكل مجاني. وطبعا بعد ما نفتح الموك اب هذا الملف، عندنا هنا هذا الخيار اللي هو place your image here، بامكاننا انه نضيف الصوره هنا. طبعا نضغط دبل كليك، وبهذه الطريقه بهذا المكان راح نضيف الصوره من file place. طبعا هذه هي الصوره، راح نكبرها بهذه الطريقه، ومن ثم نضغط على علامة الصح ونخرج، ومن ثم يس، ونترك الأكشن أو الموك أب هو يعمل التأثيرات بشكل مباشر. مثل ما نلاحظ أنه حول لنا الصورة إلى صورة قديمة تراثية وكأنها متشققة عبر الزمن. إن شاء الله يكون هذا الأكشن لطيف وسهل.